أهلا بكم مشاهدينا ومتابعة لآخر تطورات المشهد السوري. قال ناشطون إن طيران النظام الحربي قصف أحياء سكنية في مدن وبلدات عدة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وقد شمل القصف أيضا حي جوبر الدمشقية. وتظهر صورا تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قصف مدينة عربين ومنطقة المرج في الغوطة الشرقية، هذا وتتهم المعارضة قوات النظام باختراق الهدنة منذ بداية تطبيقها أواخر شهر فبراير الماضي. معنا عبر سكايب من ريف دمشق الناشط الإعلامي يوسف البستاني. يوسف، ما هي آخر التطورات؟ نعم سيد، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. طبعا النظام لم يلتزم منذ بدء وقف إطلاق النار بكامل البنود. مثلا جبهة المرج لم تهدأ عليها، يعني الجبهة لم تهدأ محاولات النظام للتقدم وفصل شمال الغوطة الشرقية عن جنوبها، ومحاولات لحصار أكثر من 3000 عائلة. النظام اليوم استخدم عدد من الصواريخ الأرض، استخدم الطيران الحربي. لدينا في الغوطة اليوم أكثر من 14 غارة من الطيران الحربي توزعت على كل من عربين وجسرين والمحمدية، وعدد من الغارات على منطقة المرج وخصوصا بالا. لدينا أيضا شهيد وعدد من الجرحى في مدينة عربين في قلب الغوطة الشرقية، وهي المرة الأولى التي يقوم النظام بقصف قلب الغوطة الشرقية بالطيران الحربي منذ بدء سيران الهدنة. اليوم كان هناك أكثر من 6 قذائف هاون ثقيلة تم ضربها على مدينة دومة وأطراف أيضا مدينة مصرابة في الغوطة الشرقية، أدت لعدد من الجرحى، وهناك أيضا يعني اندلاع حرائق كبيرة في تلك المنطقة. النظام يستمر يعني يبدأ بحصار عدد من المناطق، حصارها من جديد، منها حي القابون الدمشقي وحي برزي الدمشقي. هؤلاء الحيين يقطنهما أكثر من 400 ألف نسمة، هم محاصرين منذ أكثر من أسبوع. يعني سبب الحصار مجهول إلى الآن. قوات النظام تحاول، يعني أنباء تقول عن أن النظام يحاول الضغط على برزي لكي تدخل ضمن يعني المصالحة والتسوية وترفع علم النظام. فالآن النظام يعني يبدأ بتصعيد كبير في محيط العاصمة دمشق من الغوطة الشرقية إلى حي برزي إلى حي القابون الدمشقي. أيضا تعود البراميل إلى الواجهة في الغوطة الغربية وخصوصا خان الشيح التي تم قصفها بالأيام الماضية بالبراميل المتفجرة بعد أن غابت لأكثر من أسبوعين. والواضح أن النظام يريد تصعيد عسكري في محيط العاصمة دمشق واستفزاز الثوار وجرهم إلى معارك لكي تنتهي الاتفاقية ووقف إطلاق النار بشكل كامل في محيط العاصمة دمشق. يوسف البستاني الناشط الإعلامي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من ريف دمشق. منذ 5 أعوام يمضي عيد الأم على الأمهات السوريات تحت قصف أو دوي رصاص أو صراخ أم فقدت قريبا لها، وإن نجت أم من الموت فإنها لا تنجو من الخوف أو الحزن أو اللجوء. والله كان عيد أم، كان كل سنة إجي عايد لأمي بعيد الأم، بس من بعد ما ماتت بنتي صرت إجي، صار لي 3 سنين بنتي لحد الآن ميتة. كل يوم عيد أم، كل ما مر عيد أم بيجي لعندها وببرك عندها وبتذكرها كيف كانت تلعب قد الدار، كيف كانت تاخذ الألعاب من أخواتها وتتقاتل هي وياهم. يعني صار هلأ عيد أم غصة بقلبي، ما عاد في فرح بعيد الأم. إن شاء الله الله يحرم اللي حرمني إياها، يحرمه نظر عيونه يا رب. يا حجي ما ضل فرح بعيد الأم، صار يمنع عيد الأم حزن لأنا ولكل أمهات الشهداء. ما ضل في عيد أم، ما ضل في فرح نحن عنا، ما ضل عنا فرح نحن. ولهلا ولبكره ولو انتهت الثوره ما ضل احنا في عنا فرح، لانه ما في بيت مالتاع. بتفوت على البيت يا شهيد يا معتقل، يا رايحه اجره يا رايحه ايده يا رايحه عينه، ما ضل احنا في عنا فرح نحن هون. طاول طاول الام هلا الله يصبر كل امهات الشهداء يا رب. ما نحن ما ايش بدي اقول لك، ما بعرف، ما ضل احنا عنا نحن فرح طاول. لو كل الامهات ما عندهم فرح. عيد الأم قبل هلا هالأحداث كنا قبل بيوم نحضر الهدايا، نروح أمهاتنا نفرح، كان عنا أم نعيد عليها. يعني كأم عنا أمهات، نحن هلا صرنا أمهات وصار أولادنا قبل الثورة يجوا عيدوا علينا وننبسط ونفرح. بعده هلا بعد ما استشهد ابني، استشهد محمد،
ما بحسيت بقى لا بطعم الام ولا بطعم ايش بدي اقول لك، يعني ما بعرف، بدل هو ما يجي يعيدني صرت انا اطلع عيد عليه، اطلع انا لعنده مشان اشوفه هناك على القبر، انا وكل ام. والله يصبر كل ام، الحمد لله احنا بنفتخر امهات شهداء بنرفع براسنا، ومعليش لو روحنا كتير وكتير صابرين الحمد لله وصامدين. افتتح مركز الأمل في بلدة حيش بريف إدلب مشغل خياطة يوظف أرامل وبنات الشهداء بدعم من منظمة سداد الإنسانية. ويقدم مركز الأمل النسائي دورات تدريبية متعددة للنساء كالتمريض والخياطة ومحو الأمية. مركزنا بيتضمن عدة دورات، ومن هاي الدورات دورة الخياطة. حاولنا الحمد لله نخرج عدة بنات من بنات الشهداء وزوجات الشهداء في الدورة، وتواصلنا مع جهة هي منظمة السداد الإنسانية، أمنونا الماكينات وبلشنا شغلنا. بلشنا شغل المشغل في 1/2. إمكانيات أول شيء كانت في عنا صعوبات كثيرة، الحمد لله تجاوزنا هاي الصعوبات، يعني مبدئيا شوي شوي عم نشتغل. كان في عندنا صعوبات في الماكينات، يعني كان بدهم صيانه، حاولنا نعمل لهم صيانه كونوا مبتدئين لسه الصبايا. تواصلنا كمان مع مشاغل، مع خياطين ساعدونا في هذا الموضوع، والحمد لله احنا نعتبره هذا بدايه. قد انه على الاشخاص او البنات المستفيدات من هذا العمل؟ هنن هلا عددهم 10، مبدئيا عددهم 10، ان شاء الله احنا عم نسعى انه يكون عددهم اكثر من هيك، يعني اذا بصيروا 17 18 نحاول نفيد اكثر فئه من النساء، نتمنى هذا الشيء. في ظل تراجع عدد الصيادلة ونقص الأدوية في ريف القنيطرة، أصبحت تجارة الأدوية بيد غير المختصين من العاطلين عن العمل وحامل الشهادات غير الطبية. ويقول الأهالي إن المشاكل التي يواجهونها هي التأخر في صرف الوصفات وعدم الدراية الكافية باستخدام الأدوية من قبل باعة الأدوية. معلم صف وكنت بالمدارس، فلما بلشت الثورة وضغط الوظيفة عندي لعدة أسباب، فاضطرينا نبحث عن البديل، فوجدت أنه عمل الصيدلي يناسبني وعندي حب لهالشغلة وهالمهنة هاي، فروحنا على صيدلاني سوينا دورة حوالي 6 شهور تقريبا، وتعلمنا على دق الأبر وعلى أسماء الأدوية والمادة الفعالة بكل دواء. فبعد فترة فتحنا محل صيدلة. ما غلينا شغل، احنا خريجين الاقتصاد، فلما يعني ما لقينا شغل اضطرينا اني افتح صيدلية. يلي خلانا نفتح صيدليات اغلب الصيادلة خلوا بريت البلد، فالناس محتاجه لصيادله، يعني معناته الناس تصرف منها الراشيده، هذا اللي خلانا نفتح صيدله. احنا صحيح متعدين على مصلحه تعدي، بس ولكن يعني عم نمشي امور الناس. مو الك هاي، مو الك ولا انسان اليوم ولا صيدلي معاه شهاده، شهاده الصيدله طبعا هاي مفقوده، يعني من زمن الثوره، من بلشت الثوره فقدت الشهاده. صرنا نجي لعند الصيدلي اليوم الفوت بدنا مثلا رشيه الدواء، نعطي رشيه الدواء، رشيه الدواء عم يسال 1 و2 و3 وايام يستعين بالدكاتره لحد يعرف شو الدواء اللي موصوف. هذا الشيء نحن عم ياثر على اطفالنا وعلى المريض وعلى لسانه وعلى بعض من المرضى اللي عم يشكوا من الموضوع تبع الصيدله. لا ظل لا رقابه ولا تفتيش ولا اي شيء، ولا في رقيب أو حسيب. بعد انقطاع دام أكثر من 48 يوما، بدأ ضخ مياه الشرب في حي صلاح الدين بحلب نتيجة إصلاح شبكة المياه بجهود منظمتي الهلال الأحمر واليونيسيف واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
نقوم بإصلاح الشبكات المياه المكان بالجبهة واللي تعرض للقصف واللي تعرض للكسر أثناء الحرب، والحرب يعني سببت كثير مشاكل، منها أنه صار عندنا نقص في المياه، وأسبابها أنه تكسرت شبكات المياه ونحن نقوم الآن بإصلاحها يعني قدر الإمكان بمعدات بسيطة، وبحيث أنه نحن نسيطر على هالمي ونقدر نوصلها للمدنيين مشان ما يلجأوا للمياه الجب المياه الجوفية اللي عم تساوي سهالات وأمراض. نستخدم ماسه ديال البرشمون الرئيسي الى تفريتين بس بنستخدموها، نحن عم نحط لهم سدات بحيث انه ما عندنا الامكانيه الكافيه نغطي الشبكه المي كلياتها، لانه كل ما عم نركب سدات صار ركبناهم اكثر من 4-5 مرات والسدات عم بروحوا بنتشلوا، كل واحد لازم سده بقرنه عم بروح بفك من هالبنايات ويلا شي جهز أمره والماء يتكب معنا شي. ضمن حفل حضرته شخصيات مدنية وثورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية الدولية سندات تمليك أبقار على 31 فلاحا لمساعدتهم على الاستقرار واستئناف نشاطهم الزراعي. اليوم نحن في احتفال لتوزيع سندات تمليك الأبقار ضمن مشروع بقرة خير الذي أطلقته الهيئة منذ 4 شهور في الغوطة الشرقية، والذي على أثره تم انتقاء 31 فلاحا بعد مفاضلة للقبول على 21 شرطا حددتهم الهيئة بإعلان عام. من ضمن المشروع أيضا إجراء الندوات الإرشادية التي عرفت الفلاح على طرق جديدة لتأمين الأعلاف، مثلا عرفت الفلاح على كيفية المضي بهذا المشروع. طبعا جميع الأبقار تخضع لرعاية صحية بيطرية مجانية من قبل الهيئة أيضا ضمن خطة المشروع. نحن نشجع على مثل هذه المشاريع التنموية التي تجسد مقولة لا تعطيني سمكة وإنما علمني كيف أصطاد. هذه المشاريع للحفاظ على الثروة الحيوانية وبناء اقتصاد مقبول أو جيد إلى حد ما في منطقة محاصرة. الأخ هاني عبد النحسان، فقلت فضل. الأخ عمر أحمد الميت، الأخ الأخ محمد جميل عيون، مشروع مدى الشتاء الذي كان بشراكة مع مؤسسة رافع القضائية مشروع كثير حلو وساهم بالغوطة الشرقية وللثروة الحيوانية وساعد على كل شيء عن الغذاء لنا وللمواطنين وللفلاحين. تدهورت القدرة الشرائية لسكان حلب وريفها نتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية، الأمر الذي انعكس على أسعار المواد الغذائية التي تستحوذ على الحصة الأكبر من دخل الأسرة. ويعزو أحد الصيارفة عدم ثقة المواطن بالعملة السورية بتوقع انهيار النظام في أي لحظة.
صورة جماعية. السبب الرئيسي ارتفاع الدولار يعني سبب الحروب في هالبلد. اليوم صار لها حرب يعني صارت طويلة الأمد اليوم، صار لها 5 سنين. بشكل عام ارتفاع الدولار اليوم يعني أثر على دخل المواطن بشكل كبير، بشكل كبير ماكن يعني على عامة الناس وبالذات البسطاء يعني في هالبلد. إيه يعني صار دخلهم اليوم بسيط جدا، والمعيشة صارت عليهم غالية ماكن، يعني صار يعتمدوا على الشغلات الأولية اللي في البيت المنزلية، مونة والشغلات المعونة والشغلات هاي. السبب الرئيسي في ارتفاع الدولار وانهيار العملة السورية عدم الثقة بالعملة السورية نهائيا، وخوفا من النظام ينهار بأي وقت، يعني الناس متوقعة بأي وقت ينهار النظام. وبالنسبة للتأثير طبعا في تأثير لأنه بيؤدي إلى ارتفاع المواد الغذائية بشكل عام. حركة ضعيفة وارتفاع الأسعار، وتجار العملة هن المستفيدين ورايحة على الشعب الفقير، وحركة ما في قليلة والمستفيدين هالتجار عم يتعاملوا بالدولار، الدولار خرب الأسواق وما في حركة ضعيفة. في ظل الحصار المفروض على ريفي حماه الجنوبي وحمص الشمالي وقطع نظام كافة الطرق المؤدية إليهما، تشهد قرى وبلدات المنطقتين نقصا حادا في أغلب المواد الغذائية والتموينية وارتفاع كبير في الأسعار خاصة الخبز، حيث بلغ سعر كيلو جرام الخبز في قرية طلف بريف حمال الجنوبي 400 ليرة سورية. كيلو حقه 400 ليرة، هاي نص كيلو حقه 200 ليرة. مو حرام هالشي؟ وين الدعم؟ وين هذاك الائتلاف؟ يشوفوا حالتنا يا عمي، خيروحوا بالبيوت ما في شي عنا. نص كيلو خبز ما حرام، 200 ليرة 210. اي والله نحن متحاصرين جماعة، الله يساعدنا فقراء، ما معنا ربطة الخبز، جوعانين نايمين. نحن منطقة محاصرة ووضع المادي يعني صفر أو ما دون الصفر، ويعني هذا يعني مادة الخبز صاير يعني مادة يومية، وما في بالإمكان أن نشتري يعني على مدار نهار كامل، يعني على فطور ما في استطاعة. وبتعرف يعني صاحب العائلة ما عنده منين بده يجيب، يعني ما في وما في ما في شغل يعني. هون المجلس المحلي ما عنا القدرة ولا الإمكانية لندعم الخبز للمواطن، ومثل ما بتعرفون حصار خانق والأهالي ما عندنا دخل. بنوجه رسالة لمجلس محافظة حماة لأخذ الموضوع بعين الاعتبار وتقديم المساعدة لنا. مشاهدينا مستمرون معكم وبعد الفاصل. كاميرا الجزيرة مباشر تزور منزل الشيخ الشهيد أحمد ياسين مؤسس حركة حماس في الذكرى 12 لاستشهاده.